Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili canlar. Bayram Özendi YouTube kanalımdaki videolarımı izlemeyi, beğenmeyi, yorum atmayı, abonelik eklemeyi unutmayın sevgili dostlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Enam suresi ayet 60. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezi yetevefakum billeyli ve ya'lemum ma cerahtum bin nehari zumme yebezukum fihi liyugda ecelum musammam. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعلمون تعملون وهو الغير فوق عباده ويرسل عليكم ما عبيزا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا فهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل في كل نبأ مستقر فسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يعودون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يهودوا في حديث غير فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من سعبهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لهيبا فلهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع فإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبذلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم فعذاب أليم بما كانوا يكذبون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا
الأرض حيران له وساب يدونه إلى الوداء هدأتنا قل إنا هدى الله هدى الله هو الهدى فأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن نقيم الصلاة واتقوه فهو الذي نيت شروبا والذي علق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق فله الملك يوم ينفخ في الصور عليم الغيب والشهادة فهو الحكيم الخبير وإذ وعلى إبراهيم لأبي أزر عددا ذو أجنام الآلهة إني أراك وقومك في جلال مبين فكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فليكون من الموقنين فلما جل عليه الليل راكا وكبا قال هذا ربي فلما بلى قال لا أحب الآبدين فلما رأى القمر بادئا قال هذا ربي فلما بلى قال لا أعلم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما ذلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فهجه وأمه قال أتحجوني بالله وقد زاد هذا ولا أحب ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وشيئا واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أحب ما أشركتم ولا تقولن أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفرقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم فوهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرياته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع
كلاً بدلنا على العالمين ومن آبائي وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده فلو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله وبهداهم اقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم. Evet, bayram özendi. YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abonelik eklemeyi, yorumlardan yorum yapmayı unutmayın sevgili dostlar. Allah'ın selameti hepimizin üzerine olsun. Amin.